السلام عليكم. موضوع إلغاء تحميل شهادات الأمان أو ما يطلق عليه الـ SSL Offload لا يعني إن أنا مش هحمل شهادات الأمان أو مش هستخدم شهادات الأمان، ولكن هو يعني إن أنا هحيل العملية اللي بتتم هنا لطرف تاني. وعلشان نفهم مع بعض الموضوع أكتر، خلونا مع بعض نشوف هي إيه أصلاً الـ SSL أو اتصال المشفر ما بين الطرفين، شكله بيبقى إزاي. أنا عندي هنا يوزر زي ما إحنا شايفين بيبعت ريكوست للويب سيرفر، فالويب سيرفر من المفترض ان هو يرد عليه. العملية دي كلها بتتم بطريقة سيكيور عن طريق البورت 443 وباستخدام البروتوكول الـ HTTPS، فيما يعني ان في سيرتيفيكت في النص، وهيتم عملية هنا تشفير وفك تشفير. الطلب بيروح لمشفر وبيوصل للويب سيرفر، مشفر الويب سيرفر بيتولى عملية فك التشفير وترجمة المحتوى وتلبية الطلب وإعادة تشفيره مرة أخرى، وبعد كده ببعته لليوزر. وزي ما احنا شايفين إن العملية دي هنا ممكن أو هي فعليا بتاخد وقت وجهد وبتستهلك كمان موارد الويب سيرفر بتاعي، بينما عندي بعض الابليكيشن أو كتير منها عامل الوقت أو عامل السرعة مهم جدا جدا في تلبية الطلبات، وحرفيا أجزاء من الثانية هتفرق معايا كتير. من هنا ظهر مصطلح الـ SSL Offload، واللي بيمكنني فعليا إن أنا حافظ على بيئة أمنة بأقل وقت أو يكاد يكون مفيش وقت. الفكرة إن أنا هنا ما بين الريكوست اللي جاية من اليوزر رايح للويب سيرفر والعكس، لأنه الريكوست هنا في اتجاهين زي ما احنا شايفين، أنا هنا بستخدم وسيط في الجزء هنا في النص غالبا بيكون لود بالانسر، هو اللي بيعمل في التشفير وفك التشفير للطلبات الجاية. فالطلب لما يجي ما يروحش مباشرة للويب سيرفر، بيروح للراجل ده واللي بيتولى عملية التشفير وفك التشفير وإعادة إرسال الطلبات ما بين الويب سيرفر وبين اليوزر، علشان عملية الريكوست والريسبونس تتم ما بين اليوزر والويب سيرفر أسرع ما كانت بتتم لما ما كنتش بفعل الخيار ده. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.